كما نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية حوارا وطنيا موسعا حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر جرائم العنف وتبريرها. وقد شارك في الحوار جميع طوائف الشعب متمثلة في الأزهر الشريف والكنيسة ورجال وسيدات وشباب المجتمع المدني وجميع القوى والأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة. وتحدث أمين محافظة الإسماعيلية بحزب حماة الوطن عبد الحليم عزوز عن العنف ضد المرأة ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيعه ونشر أشكال مستحدثة منهم. النهارده يمكن احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، قد يكون موضوع الساعه يعني بدون مبالغه، وهو فكره انتشار العنف ضد المراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفكره مساهمه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر النوع ده من العنف. اتكلمنا الحقيقه الندوه حاولت تغطي يعني كافه الجوانب، اتكلمنا من الناحيه الاجتماعيه، الناحيه النفسيه، اتكلمنا ايضا من الناحيه الدينيه، اتكلمنا من الناحيه التشريعيه ايضا كمان. الحوار الوطني النهاردة بيدور في هذا الحفل العظيم أو المبادرة العظيمة اللي بتقوم بها حزب حماة الوطن بالإسماعيلية حول دور التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عامة في العنف ومبرراته. لو تحدثنا عن العنف بداية، هو تمكين قوة بدنية، المفهوم العام تمكين قوة بدنية من إضرار شخص معين أو هدف معين. الإضرار ده ممكن يكون إيذاء نفسي أو إيذاء جسدي، ومن هذا المنطلق بيكون العنف نوعين، نوع بدني ونوع نفسي. بيعود هذا العنف على المواطن أو الشخص اللي بتتمكن منه هذا الإضرار، بيعود عليه بجانب سلبي. أما العنف الإلكتروني فأنت بتواجهي شخصية وهمية افتراضية أنت لا تعلمي عنها أي شيء ولا تملكي أن تدافعي عن نفسك، بل بالعكس لو نشر بوست على الفيسبوك أو على تويتر بتقري كومنتات رهيبة وأنت مش قادرة تدافعي، مش قادرة تقولي إذا كان يعني أنت كل هتقولي أن الكلام ده غلط. هو الحوار الوطني زي ما احنا عارفين كلنا ان هو ده اطلاقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهميته ان هو بيعمل مشاركه اجتماعيه وبيعرف منه المجتمع عايز ايه، وبناء عليه بيخش في نطاق التشريعات اللي بتبقى تشريعات تنظم امور الحياتيه بتاعه المواطن المصري. النهارده احنا كان واحده من المحافظات تبع حماه الوطن مكلفين ان احنا نعمل صالون ثقافي بنناقش فيه دور وسائل الاتصال الاجتماعي التواصل الاجتماعي في نشر الجريمه والعنف وخطورتها. الصالون ده بيهدف لتوعيه الشباب والمجتمع لخطوره وسائل التواصل الاجتماعي وازاي ان احنا نطلع بيه بتوصيات تشريعيه وقانونيه تحد من العنف ده والسلوك العدواني اللي احنا بنلاقيه على وسائل التواصل الاجتماعي.